كشفت وسائل الإعلام قبل قليل عن ارتفاع حصيلة هجوم نيس جنوب فرنسا إلى قتيلين وعدد جرحى. قال رئيس بلدية نيس على تويتر إنه تم القبض على شخص بعد هجوم بسكين، ورجح أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي. وقالت وسائل إعلام فرنسية أن هناك أنباء عن هجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس ومقتل شخص وإصابة آخرين. وقال وزير الداخلية الفرنسي أن عملية أمنية جارية في مدينة نيس.